تتكون الجلطات عند مريض الكورونا عندما يفشل في أخذ مسيلات. جاني نزل برد، جاني كورونا، مسكت في بطني، مسكت في الرئة، مسكت في كذا، على طول بنلحقه بكليكسان، بلافيكس، أسبرين، ملينات، سوائل سخنة كل ساعتين. لحقته في الأول يومين ثلاثة، أقسم بالله العظيم لو خد قهوة بليمون كل ساعتين كوباية ثلاثة أيام مش هيطول مع الدور. إنما احنا عندنا ناس عندها كورونا وصايمة صايمة وتتصل بيدك ما قدرش أفطر. يا عم ربنا قال كده: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخر. لا، رمضان، طب ما انت معاك رخصه وهتاخدي ثواب رمضان. من كان يؤدي عباده ومنعه منها مرض او سفر فثوابه قائم. لا، ما اقدرش اصوم، ما اقدرش. واحده بتغسل كلى وصايمه، يعني الصيام بتاعها ما بيجيبش 100 جنيه وبتغسل الغلسه ب 1000 جنيه، انت خسرتينا 900 جنيه. الصيام بتاعك ده حاجه غريبه جدا. ايه ده؟ انت معاكي رخصه، اصوم ازاي واغسل كلى؟ اصوم ازاي وانا عندي كورونا؟ ده الواقع، ناس متدينه قوي. فالمتدين القوي ده بيضيعنا احنا. ليه؟ لان نوديه عنايه مركزه. العنايه المركزه الليله ب 2000 جنيه، هي قاعده بقالها شهر، الشهر اللي هي قاعده فيها ده كلفنا كام؟ 40-50 ألف جنيه، وهي فرحانه انا صايمه. طب انت صايمه واحنا خسرنا 50 ألف جنيه، مين هيعوضهم لنا؟ ها؟ نبيع الزريبة كلها؟ نبيع العجول اللي عندنا ولا نبيع العيال؟